استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وذلك صباح اليوم بقصر القضيبية. وخلال اللقاء أكد سموهما أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله قد تجاوزت الكثير من التحديات بكل صلابة وقوة، وإنها بحكمة جلالته وبإصرار الحكومة وعزيمة الشعب قادرة على المضي قدما في مسيرة التطوير والبناء وتجاوز أي أمر يؤثر على هذه المسيرة المباركة وتحويل التحديات إلى عناصر محفزة على الإنجاز والتميز، معربين سموهما عن الارتياح للتقدم الذي تحرزه مملكة البحرين في مجالات التنمية المختلفة وبموقعها المتقدم عربيا وعالميا والذي عكسته المؤشرات الدولية في هذا الشأن. ثم نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء بالحراك الاقتصادي في المنطقة وبأهمية الملتقيات الأمنية والاقتصادية العالمية التي تحتضنها مملكة البحرين والدول الشقيقة لما تمثله من فرصة سانحة لتبادل الآراء ووجهات النظر حيال القضايا الأمنية والاقتصادية والسياسية والتعريف بالفرص الاستثمارية.